الحصول على جسد صحي ومثالي هو هدف بيسعى له الكثير من الأشخاص، عن طريق طبعا زيادة بالوزن أو حتى إنقاص لهذا الوزن أو ممارسة أنشطة عديدة ومختلفة. صحيح منير، ولكن اليوم بعض الأشخاص بيتبعوا حميات غذائية قاسية وصارمة، ولكن للأسف ما بيتغير شيء بأجزاتهم وبيبقى وزنهم ثابت مع الأسف. اليوم رح نحكي عن الوزن المعند أو الوزن الثابت مع الدكتور عمار خضور، استشاري تغذية وحميات غذائية، اللي صار معنا لليوم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. مرحبا، الله يخليكم. البداية، هل حقيقة يوجد وزن ثابت لا طلوع ولا نزول؟ لا، ما في دائما هيك، لأنه إجباري، رح يأثر الأكل، رح يأثر نمط الحياة، رح يأثر عدد الوجبات باليوم، شو نوعية الأكل اللي عم تدخل لجسمنا، وجود نشاط فيزيائي مهم، وجود نشاط حركي، هل في رياضة، هل في أي أمراض، هل كل هيدي العوامل بتلعب دور في بثبات الوزن أو صعوده أو نزوله. طب اليوم دكتور عمار، اليوم بعض الأشخاص بيتبعوا حميات وبيقيسوا أوزانهم يعني وبيلاحظوا أنه الوزن ثابت، طيب شو هي المشكلة اللي كان عم يقوموا فيها؟ أوكي، في كتير مشاكل. أول شيء، الحمية لحتى تكون تعطي نتيجة، تعطي أنه نشوف كل أسبوع أو كل شهر فرق واضح، لازم تكون مناسبة لهذا الشخص، لازم تكون مبنية على أسس علمية صحية فيزيائية، من طول، من وزن، من وجود أمراض، من طبيعة جسم، من وجود رياضة، كل هيدي العوامل بتلعب دور لحتى تكون الحمية نختارها بشكل مناسب لهذا الشخص. بس كانت هيدي الحمية مناسبة للشخص، أكيد رح تعطي نتيجة. أما هي الحمية اللي مشيت عليها جارتنا، اللي مشيت عليها رفيقتنا، اللي دلني عليها على النت، على اليوتيوب، هيدي كلياتها ما رح تعطي نتيجة، وحتى لو عطت نتيجة فرح تعمل رد فعل عكسي بالجسم بعد فترة. لهيك نحن الحمية لازم تكون مدروسة، علمية، صحية، مبنية على أسس معينة لحتى تعطينا هي النتيجة. طيب احيانا بموضوع زياده الوزن دائما بنسمع كثير من الناس لهي الشغله، انه انا هيك طبيعه جسمي، حتى لو اكل 20 وجبه باليوم، وهذا الشخص استقلابه سريع، يعني انه صحيح هذا الكلام، بيحرق كثير مثلا من الوزن. هذا الشيء علمي صحيح موجود، يعني في كثير ناس الاستقلاب، العمليات الايض بجسمها عاليه جدا، كل قد ما اخذت، قد ما كانت كميه السعرات اللي عم تتناولها خلال اليوم والمغذيات والوجبات، بضل جسمها بيحرق وما بيخزن دهون. اوكي، فنحن عندنا حل المثالي لهذا الموضوع، انه نبني كتله عضليه. اوكي، رياضه. ايه، رياضه، وبالاخص تمارين المقاومه، هي تمارين الحديد خلينا نقول بالجيم، بالاضافه لوجود هذا النظام الغذائي العالي السعرات، الحاوي على البروتين، الحاوي على الكربوهيدرات، على الجود فات، كلياتها بشكل متناسب مع هذا الجسم لحتى تعطينا نتيجه. لانه دائما في سؤال، انه ليه في اجسام عندها مرونه بالصعود الوزن ونزول الوزن؟ الموضوع جيني، الموضوع كتير بيلعب الجينات في دور، يعني انت في ناس استقلابها عالي، في ناس معدل الحرق عندها عالي، في عالم عندها مثلا بيكون قصور بالغدة الدرقية، بيكون الاستقلاب عندهم بطيء، بيكون عمليات الحرق عندها بطيئة، هدول بمعرضين للسمنة أكثر، معرضين ليكسبوا وزن أكثر، بعكس اللي عندهم فرط نشاط مثلا بالغدة. اليوم بعض الأشخاص بيقولوا إذا شربت كاسة مي بيزيد وزني، والعالم يعني بتقول انه انا اذا اكلت كميه كبيره من الاكل ما راح اسمن، فيعني ممكن الموضوع هو فعليا استقلاب. تماما، يعني هو موضوع بيختلف، من الاجسام كثير بتختلف عن بعضها، من جسم لجسم كثير في اختلافات. الاجسام ما قادره انت تصنفيها ضمن خانات، يعني ما فينك تصنفي، اصعب بكثير الجسم البشري من انك تصنفيه ضمن خانات معينه، وحتى لو صنفتيه بده يضل في فروقات، يعني بده يضل في ثغرات معينه احنا ما قادرين نشوفها الا بالتجربه. صحيح، تماما. اليوم ما يتعلق بنوعية الغذاء اللي كنا عم نحكي عنها، في أغذية مثلا بتساعد على زيادة الوزن، وفي نوعية من الأغذية بتساعد على إنقاص هذا الوزن، خلينا نقول كنظام غذائي نحن نتبعه، شو هي الأغذية؟ أغذية بتزيد الوزن. هلا أي أغذية حاوية على كمية عالية من السعرات هي قادرة، أو حاوية على عناصر غذائية كاملة، يعني مثلا نحن يفضل ناخذ صدر الدجاج اللي فيه مثلا كل 100 جرام فيه 125 سعره لنفترض. هلا بيعتبوا علينا يعني صار الدجاج هلا اليوم ممكن في ناس طيب عم اعطي مثال، بدك تحاول تلاقي لنا بدايل. عم اعطي مثال خلينا نقول انه احسن ما ناخذ مثلا اي قطعه حلو فيها 125 سعره، يعني تخيل قطعه حلو صغيره فيها 125 سعره مقابل 100 جرام صدر دجاج فيه 125 سعره.
تمام؟ تمام. فأنت تأخذ صدر الدجاج اللي هو فيه بروتين عالي جدا، بفيد العضلات، بفيد الكتلة العضلية، بفيد الجسم، ولا بتأخذ أنت كسكر على الحلي اللي هو فورا رح يحترق. تمام. فنحن الموضوع موضوع سعرات، يعني بدنا نشوف الاغذيه العاليه السعرات، هي الاغذيه العاليه السعرات الحاويه على كل العناصر الغذائيه، من برجع بقول من بروتين، من كربوهيدرات، من جود فات، نجمعها كلياتها نحصل على نظام غذائي، مجموعه وجبات لزياده الوزن او مجموعه وجبات من الاغذيه اللي بتكون قليله السعرات، بحيث نعطي الجسم حاجته الكافيه من العناصر الغذائيه وباقل عدد سعرات، هون بصير في نزول وزن. تمام. العكس اللي حكيت عنه أول بصير في زيادة وزن. تمام. اليوم بعض الأشخاص بيتبعوا أنظمة غذائية سواء صارمة أو ممكن وصف الاختصاصي بالأنظمة الغذائية ووصل للوزن المناسب له، كيف فينا نثبت الوزن ما يزيد مرة تانية أو يرجع ينقص؟ تمام. هلا أنا دائما أقول إنه لكل المشتركين معي، لكل المراجعين بالعيادة، إنه النظام الغذائي، الحمية الغذائية هي ليست فقط مجرد برنامج مجموعة من الوجبات أنت بتاخدها بتطبقها وبتنحف، لا، أنت لازم تتعلم من هذا الدايت اللي أنا عاطيك إياه، من مراجعاتك إلي، من تواصلنا سواء كان بالعيادة أو واتساب أو أي شيء، أو كمشتركين أونلاين أو أي شيء، لازم تتعلم مني أنت كيف بعد ما توصل لهذا الوزن المناسب تدخل الحمية بنمط حياتك، تصير مثل لايف ستايل. اوكي، انا ما عم بقول انه نحرم حالنا بشكل نهائي، ما عم بقول انه نحن نعيش حياه حرمان، نضل على الدايت طول العمر، لا، بس انه نوازن. بالنهايه اي حدا بده يكسب شيء بده يخسر شيء ثاني الى حد ما بشكل بسيط، يعني يضحي، يعني بدنا نكسب جسمنا موضوع وصحتنا، اراده كمان، يعني يعني لك بدنا نكسب جسمنا وصحتنا، بدنا نحاول يعني قدر الامكان نستغني عن الشهوه، نستغني عن الهيدي، ما عم بقول بشكل نهائي، بس مثلا بدال ما ناكل حلو كل يوم خلص مره او مرتين بالاسبوع. اوكي، بدل ما يكون الخبز موجود بغذائنا اليومي، الخبز الابيض، طب استبدلوه بالتوست الاسمر، استبدلوه بخبز نخاله، استبدلوه بالخبز الاسمر، وقللوا الكميه مثلا بس على الفطور على وقت الشهوه. يعني هلا ما يتعلق بزياده الوزن او نقصان، موضوع العمر بيلعب دور نحن في مثلا موضوع الاعمار، انه بنعرف انه هذا الشخص عنده مثلا سوء تغذيه او مشاكل صحيه اخرى لا تتعلق فقط بعدد الوجبات ونوعيتها. الوزن والعمر كيف ممكن كثير متعلقين. هلا انت لما بدك تحسب الاحتياج الشخصي الشخصي للسعرات لاي حدا، بدك تحط العمر بالحسبان اجباري، لانه الكبار بالعمر بيقل عندهم الحرق، بيقل عندهم معدل الحرق بالجسم. فانت اذا بيكون شاب مثلا بال 18 20 وبيجي لعندي على العياده وبكتب له نظام غذائي، نفترض وزنه 100، بجوز كل اسبوع ينزل كيلتين، كيلو ونص، ممكن يوصل لثلاثة. أما الوزن وفوق الخمسين وما فوق بصير معدل الحرق عندهم أبطأ. بالنهاية أنت هداك في هرمونات، السفيش، جسم عم يتحرك، في ضخ دم غير. العمر يعني له حقه بالنهاية. تمام. لما بيجيني شخص بالعمر الخمسين للستين أو وما فوق، أكيد مثلا ما رح ينزل، بجوز للأسبوعين لينزل له كيلو أو كيلتين. تمام. وبرجع بقولكم حتى في ناس بتكبر بالعمر وبضل استقلابها عالي. تماما. اليوم بتكثر المقالات الموجوده على الانترنت انه نظام غذائي معين بيخليك بتنزل 7 كيلو مثلا بالاسبوع، قديش هي المواضيع حقيقيه او خاطئه؟ كثير غلط، كثير غلط. يعني من فتره من اكثر المجالات اللي فيها تخبيص الموضوع، كثير للاسف موضوع الغذاء. من فتره هلا انا دائما بيجيني اشخاص انه والله يا دكتور مشينا على حميه البيض اسبوع، شو طبعا شو اكله مثلا بيضتين الصبح بيضتين الظهر وكاسه لبن مثلا، هذا كل اكله خلال النهار، يعني هي لا اخذت كربوهيدرات، لا اخذت الالياف الضروريه، ما اخذت يعني ما اخذت السعرات الكافيه للجسم، انت وعم تاكل نمط واحد من الغذاء ونزلت باسبوع واحد 5 كيلو 6 كيلو، يعني هذا شيء انا شايفه، هي مثال بسيط من الشغلات الثانيه تبع الخيار بلبن وتمر وحليب ومدري وخلطات الزنجبيل وكذا. هلا اوكي، الزنجبيل منيح، الزهورات منيح، بس ما له شيء اساسي انك تعيش عليه، يعني ما في انك تضلي عايشه على الزنجبيل من الصبح للمساء. اوكي، فهذا الشيء كثير بضر، كثير بدمر عمليات الحرق بالجسم، يعني انت اوكي بتنزل هي 5 6 كيلو، اول شيء رح يكون 3 ارباع سوائل، هذا الشيء اكيد. تمام. الدهون ما بتنزل باسبوع واحد بهذا الفرق العظيم، وحتى لو نزلت انت رح تفتح شهيتك بعد الدايت بشكل كثير كبير وتضطر ترجع تاكل، يعني بدك تاكل، فانت ال 5 كيلو نزلتها بدك ترجع تطلعها فورا. وغير هيك رح ترجع تعمل مثلا تجي لعندي نعمل دايت نظامي مناسب، رح يصير نزول وزن ابطا من قبل.
تمام. طيب. اليوم في كثير من الناس ممكن بينطروا نصائح ما يتعلق بنوعيه غذائهم واليه الغذاء. العالم بتقول انه كثروا وجبات ولو ما تكون مشبعه مثلا بالنهار، وبعض يعني اخطاء شائعه اليوم كثير بنسمعها. كيف ممكن نفند هذا الشيء الصحيح من الخاطئ؟ هلا هي كنصيحه بانه نحن نكثر وجبات وتكون كميه اوكي، بس انت ما فينك حتى بدك تدرس هاي الكميه شو موجود فيها. تمام. بدك تعرف شو انت حاطط فيها لهي الكميه، هي الوجبه شو هي، شو فيها كالوريز، شو فيها بروتين، شو فيها كربوهيدرات. اذا عرفت انت قديش عم تدخل على جسمك خلال هذا اليوم وجبه 2 3 4 5 لنفترض، تمام، عرفت انت حسبتهم تماما وانت حسبت انه انت اقل من الاستهلاك الطبيعي للجسم، انت امورك سعيده، رح توصل لاخر شهر ورح ينزل وزنك. تمام. اما اذا انت ما حاسبهم وبس هيك عم تقلل اكل، ومن ضمن الاكل مثلا ناخذ حبه افوكادو، فكر انه هي حبه الافوكادو او كثير، يعني مش حبه افوكادو بس، حبه الافوكادو فيها 300 كالوري مثلا، كمية كثير كبيره. انا ما عم اقول انه الافوكادو سيء، الافوكادو كثير منيح وكثير مفيد وكثير، بس بدك تدخله بشكل صح، بدك تعرف كيف مدخله. تمام. فانت 300 كالوري يعني مثل وجبه رز وسفان ورز وصدر دجاج وخضره مثلا. تمام. اليوم بعض الاشخاص لحتى يثبتوا وزنهم ممكن يستخدموا الصيام المتقطع، انه يوقفوا اكل عند لحظه معينه من اليوم، مثلا الساعه 6 مساء انا ما عاد فيني اكل، هل هذا الموضوع صحيح ولا غلط؟ الصيام المتقطع موضوع علمي صحي كثير جيد، بس برجع بقول كمان اذا انت ما حاسبه السعرات خلال هالست ساعات الاكل لنفترض او 8 ساعات الاكل. يعني في عالم مثلا بتقول لك انا ما باكل غير وجبه واحده باليوم، وعم اسمن تكون الوجبه عن ثلاث وجبات مثلا، كلياتها خبز ونشويات وكلياتها سكر، ونفترض بيشرب معها بيبسي وبياخذ بعدها تحلايه، وبقول لك انا ما عم اكل غير وجبه واحده اليوم، كيف عم اسمن؟ تمام. فانا عم قلت لك على وجبه واحده، كيف انه اذا مثلا ثلاث وجبات خلال ست ساعات والباقي صيام، يعني ما راح تستفادي شيء من الصيام كلياته اذا ما كنتي دارستيهم لهالوجبتين او ثلاثه اللي راح تاكليهم بالست ساعات الاكل. موضوع الانظمه الغذائيه اليوم، هل الواحد لازم يبلش فيها بعمر محدد مثلا، يعني يترك الحاله الطبيعيه؟ نحن ايمت ممكن نروح لاستشاري تغذوي مثلا ما يتعلق الأطفال، ممكن نحن نلجا لهي الحاله ولا لا؟ الاطفال انت اذا الطفل بتحسه معرض للسمنه ولاحظت عليه انه ما في نشاط كثير وصار في سمنه زائده، يفضل جدا انت تبلش معه من عمر صغير، ترتاح جدا، يعني بصير افضل، يعني كل ما كان العمر اصغر كل ما كان النزول اسرع كل ما كانت الاستجابه اكثر. حتى لو ما فينا نمشي نحن مع دايت قاسي بالنسبه للاطفال، بس على الاقل ننظم له اكله، ندخل له شيء نشاط حركي، يعني انا كثير بفضل، حتى بفضل يعني بتعرف الاولاد بالمدارس بالهيدي مثلا تكون مشاعة دايت، يعني تصير معي، يعني بيجي بيقول لي مثلا بالعيادة انه دكتور انا رفقاتي عم ياكلوا بسكويت مثلا بالمدرسة وعم غار وما فيني، بدي انا ما كثير قادرين يقاوم، ما عنده الارادة الطفل، لهيك انا دائما بفضل انه الرياضة من عمر العشر سنين 8 سنين وما فوق بهي المراحل السمنة، الرياضة بالإضافة لتنظيم الأكل كثير مهم ندخل الرياضة بحياته. يعني بدي أتشكرك على كافة المعلومات اللي قدمت لنا إياها عمار خضور، استشاري تغذية وحميات غذائية. شكرا كثير لحضرتك. شكرا كثير ليلى، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا.